جماهير البلوز تشيلسي تهاجم مدرب الفريق جراهيم بوتر بسبب ما يفعله ضد النجم المغربي حكيم زياش، حتى وصلت أصوات بعض الجماهير إلى مطالبة الإدارة بطرد جراهيم بوتر من أجل الإبقاء على النجم الأول للفريق. حسب رأي جميع الجماهير، النجم المغربي الكبير حكيم زياش. مزيد من التفاصيل سنتلوها عليكم من خلال هذه الحلقة، اللي أتمنى بدعمكم وبتشرفكم ليا توصل لأكبر عدد من الناس من خلال لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديدنا خلال الفترة المقبلة. مدرب تشيلسي جراهيم بوتر في ورطة كبرى، والسبب ظلمه للنجم المغربي حكيم زياش. جماهير تشيلسي تتساءل لماذا لا يشارك زياش بصفة أساسية مع الفريق رغم المستوى العظيم الذي قدمه رفقة المنتخب المغربي في المونديال. جماهير تشيلسي تتساءل كيف للاعبين أمثال ستيرلينج وهافرتس وبوليزيتش وأوباميانغ وماونت يلعبون أساسيين وهما لا يرتقون إلى نصف مستوى حكيم زياش، وطالبت بعض الجماهير بضرورة طرد جراهيم بوتر أولا بسبب سوء النتائج، وثانيا من أجل عدم رحيل حكيم زياش عن الفريق خلال الانتقالات الشتوية الحالية. جماهير تشيلسي تعرف بكل ما تحمل الكلمة من معنى قيمة ساحر المغرب زياش.